مخوفتيني. انتي هربانة من الحصة نفسي. تخيلي انا من الحصة الاولى هنا وما حد سأل عني، متخيلة؟ طيب وش بتسوين هنا؟ وش فعالياتك؟ ولا شيء؟ طيب تعالي، أنا عندي فعاليات. ترى راح نطول هنا، كم حصة راح تنحاشين منها؟ يعني مو حابة حصة الرياضيات والحاسب، بس الباقي عادي بتكملين؟ اوكي. طيب شكلنا بنقعد هنا لما الفسحة. جبت معي بسكوت إذا حابة. خذي، والله طعمه لذيذ. خذي، لا تستحين عادي. مرة لذيذ. بس هتخلصينا من هذي وانتي هنا. لا، ما احب انزل بعد في الفسحة. الكل يعرف ان هنا مكاني. تعالي، وش رايك مشط شعرك؟ شوف شعرك ما شاء الله طويل حلو، مرة أحب مشط الشعر. أنا شعري قصير، ما مشطه دايم. صبغت شعرك تجنن، أشكر، حلو. تشعرك أصلا أسود ولا أشكر؟ واو، كذا طبيعي، حبيت. بسوي لك تسريحة بعد. طيب انتي في الفسحة راح تنزلين تحت؟ عندك صاحبات؟ انا ما عندي، كل صاحباتي تخرجوا. اي، انا مفروض يعني تخرجت من ثانوي من تقريبا 3 أو 4 سنوات. ما أحب المدرسة. أي، قالوا لي شدي حيلك وتخرجين إن شاء الله هالسنة.
قلتيلي فيصل انتي من المتوسط، ايش جابك هنا عندنا في الثانوي؟ عندك صحبات في الثانوي؟ هنا عادي. شوف شعرك كيف حلو، جنن. لك هذه الربطة، اوكي. شوفي ميك اب اللي في وجهي، انا مسويته تو قبل ربع ساعة، اسوي لك نفس الميك اب حقي، اوكي. ماسكارا دان، بطلع شنطة الميك اب حقي. الصراحة الصديق هوايتي ميك اب ارتست، ايه عندي حساب إذا تعرفين، مرة مشهورة، أسوي ميك اب عرايس وحفلات وتخرج. بعطيك حسابي. طيب ونحطلك روج يناسب لعمرك. اوكي حواجبك مرة حلوة، ما يحتاج ان ارسمها لك او شيء. احط لك ايلاينر خفيف لونه بني، شي بحط لك بلاش لونه مشمشي. اوكي تجنن، حلوة صح؟ كيوت، حتى نفس لون مريولك. خليني احط لك
للوجه ولليدين بعد. تدري لو جاية بحسابي كنت أخذت منك فلوس على الميك اب، بس لأن هرباني من الحصة أنا وأنتي وبسوي لك مجانا. لك في يدك يلا امسحيهم. دقيقة فيكني شوي كريم، خليني امسح لك كريم اللي هي عليك هنا بين العيون. My snack. خذي سناك. أنا جالسة هنا أسمع أغاني. أنا معي السماعة. وش تسمعين أغاني انتي؟ أيوة أحبها تايلور سويفت. مايلي سايرس يعني مو مرة ما تعجبني كلمات أغانيها. تايلور سويفت شوي فيها إحساس، هي بعد تكتب أغانيها. دقيقة خليني أوريك. شوفي هذه القلادة أنا مسويتها. خرزة خرزة خرزة، كل هذا شغل يدوي. أيوة عندي حساب ثاني بعد أسويه. أصور قلايد يدوية باللولو بالخرز العادي. تبغين عادي أو أسوي لك جديدة؟ طيب معي أدواتي نقدر أسوي لك. شوفي هذا خيط أصور، عندي خرز. وإذا حابة عندي هذه القلادة بعد اللي سويتها. شوفي هذه أخذتها من البحر، شوفي شكلها طبيعية، أخذتها مباشرة من البحر سويتها. شوفي هذا خشب، شفتي كيف؟ شغل يدوي عجبتك؟ أسوي لك نفس السوارة. أوكي خليني أول شي أخذ مقاس يدك.
بساعة ونص سنتي راح اسوي لك ساور، بس عادي لو تكون بعد او ساعة لان اضوق، لان هي اصلا الخيط مطاط. شوف الخيط مو عادي يعني، شوف كيف. لا ما ينقطع، لا تخافين. دقيقة بحط اللي مرطب شفايف. ليش بس ناسي الخرز حق الأساور؟ يا عادي راح أسوي لك بكرة الاثنين، بكرة بعد راح تهربي من الحصة، كل يوم راح تلاقيني هنا عادي. أوكي طيب، إذا فضيتي مري بكرة، ما توقع بكرة، يمكن بعد بكرة أخلصلك. تحتاج شغل كثير. شوفي بعد هذا الحلقة اللي سويتها، كل شغل يدوي، ابدا مو صعب اني اشتغل ميك اب ارتست واسوي حلق واساور. أحس هذه هوايتي ومبسوطة فيها. شفتي كيف حلو؟ في بعد ثاني هذا بعد اللي سويته، تقدرين تشوفين حساباتي، في حاجات زي كذا. يعني مو كثير يجيني مبيعات، بس افضل اني اسوي شي احبه. راح تروحين؟ ايه مر الوقت. سعيدة اني تعرفت عليك اليوم، اول مرة اشوفك، ان شاء الله مو اخر مرة. ايه مرة شكرا. طيب راح اسمع اغاني.